صباح النور، مرحبا بكم. السياسات تمكن البارح من اقتلاع أول 3 نقاط لي في مجموعات كأس الكاف، أول مقابلة وأول انتصار أمام زاناكول زامبي كان في رادس في حضور عدد محترم جدا من جماهير النادي الرياضي الاسبيقس. البارح السياسات تمكن باش يربح 1-0 البونتو جاي في الوقت الضايع متاع الوقت الضايع نقوله، بما أنه الحكم زاد 5 دقائق من العبيد زاناكو زادوا ضيعوا الوقت، الحكم يزيد بعض الثواني على 5 دقائق هذوما. السياسات وقت يجيب بينالتي شوتها أيمن الحارزي ويمضي بها على انتصار مهم للنادي الرياضي الاسبيقس في أول جولة من مجموعات كأس الكاف. نحكي على مقابلة محترمة للنادي الرياضي الاسبيقس من ناحية الفنية، سيطرة كبيرة على أغلب رديهات المقابلة، لكن الهدف جاء في الأخير، جاء كما قلنا في دقيقة 90+5 ثواني أون توكا في أي وقت من الأوقات كي يجيبون 3 نقاط. هذا ما نجم كان يفرح جماهير الاسبيقس كما قلنا، أول انتصار في أول مقابلة من مجموعات كأس الكاف. ديما في نفس الإطار نحكيو على الجولة الأولى من مجموعات كأس الكاف، نعم نطلع على النتائج بالنسبة للمدربين الأتوانسة في المجموعات في المسابقة هذه. نبدأ بمجموعة النادي الرياضي الإسفيقس اللي فيها مقابلة أخرى تلعبت البارح بين بيراميدس المصري وأهلي طرابلس الليبي. بيراميدس يربح 2-1، دونك أهلي طرابلس فريق فتحي جبال ينهزم في أول مقابلة ليه في مجموعات كأس الكاف. زاد كيف نحكيو على المجموعة الثانية، ديما نحكيو على المدربين نتاعنا، هزيمة أخرى مدرب آخر وقيس اليعقوبي مع فريق وشبيبة الصاورة الجزائري اللي انهزموا البارح في جنوب أفريقيا أمام أورلاندو بايرز 2-0، وتعادل معين الشعباني مدرب فريق المصري اللي تعادل مع كوتون سبور البارح في الكاميرون 0-0 في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. السياسات يلعب الجولة الثانية نهار الأحد الجاي مع أهلي طرابلس الليبي خارج تونس. بالنسبة للتشامبيونز ليج الترجي والإتوال يلعبوا زاد الويكاند هذا، الترجي يلعب ضد بالوزداد في الجزائر نهار السبت الجاي، ونهار السبت زاد مقابلة النجم الرياضي الساحلي مع جالاكسي في بوتسوانا. النجم يمشي لبوتسوانا غدوة إن شاء الله الثلاثة، المقابلة كما قلنا نهار السبت مع جالاكسي. البطولة نعرفوا البطولة ترجع الويكاند هذا في غياب ممثلين الثلاثة السياسات النجم الرياضي الساحلي الترجي الرياضي التونسي. نعطيكم المقابلات المجموعة الأولى والمجموعة الثانية في الجولة الثامنة، يعني المقابلات اللي منتظر تتلعب بنهار 19 و20 فيفري الجاي. نستناو التعيينات الرسمية للرابطة الوطنية لكرة القدم. الحمام نلف مع بنقردان في المجموعة الأولى، النادي الرياضي البنزرتي زاد مع تطاوين ديما في المجموعة الأولى، هذه المقابلات المتوفرة حتى توا. زاد المجموعة الثانية الأولمبي البيجي باش يلعب مع ترجي جرجيس، مستقبل الرجيش يلعب مع النادي الافريقي، وهلال الشابه مع اتحاد المنثير. ثلاثه مقابلات الاخيره اللي كنا نسميو فيها هي مقابلات من المجموعه الثانيه، هذه مقابلات الجوله الثامنه كما قلنا منتظر ترجع بها البطوله، بطوله تونس البطوله المحترفه بيان سور، بطوله الرابطه المحترفه الاولى في الويكاند هذايا. في سويسرا لوسيرن يربح سيون البارح 1-0، البونتو الوحيد جاء اثر تمريره حاسمه من لاعبنا الدولي محمد دراجر. يواصل التالق دراجر مع فريقه الجديد في 3 مقابلات 2 بونتوات واسيست البارح كما قلنا خلات فريقه يربح 1-0 قدام سيون. بالنسبه لبقيه المقابلات نعملوا دوره في اوروبا واخبار ملاعبيتنا المحترفين، نحكيوا على البطوله الفرنسيه، تروا البارح ينهزم قدام بريست 5-1، توزغار كان دخل في دقيقه 60 في تشكيله تروا، الخزر يلعب 86 دقيقة وخرج في مقابل سانتيتين وكليرمون، سانتيتين يربح 2-1 البارح خارج الميدان قدام كليرمون، لونس يربح بوردو 3-2، مرسي تربح ميس 2-1 خارج الميدان، وبرون كان لعب مقابلة كاملة مع ميس البارح قدام مرسي. بالنسبة للسيريا سالرنيتانا وجينوفا تعادل 1-1، ما شاركش كشريدة في المقابلة هذه، ميلانو تربح سامدوريا البارح 1-0، ساسولو يتعادل مع روما 2-2، وطالنتا يتعادل زادة مع يوفي 1-1. في الليغا الجولة 24 سوسيداد يربح غرانادا 2-0، والدربي بين إسبانيول وإف سي برشلونة البارح برشلونة يعدل في اللحظات الأخيرة من المقابلة، مقابلة في التعادل 2-2. في إنجلترا ليفربول يربح بيرني 1-0، ونيوكاسل يربح أستون فيلا بنفس النتيجة 1-0، توتنهام على ميدانه وهذه المفاجأة في مقابلة الجولة 25 من البريمير ليج البارح، وولفرهامبتون يربح توتنهام خارج ميدان 2-0، وتعادل 2-2 بين ليستر وويستام. النشرة هذه آخر الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net.